ما طبيعة الاتصالات السرية بين ميليشيا الحوثي والإمارات؟ كيف يمكن تفسير تقارب الإمارات الحوثي؟ هل هو تسليم لطهران مقابل تأمين مصالح أبو ظبي؟ وهل هذا التوافق يبدأ من صنعاء؟ أهلا بكم. مكاشفات نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود اتصالات سرية بين جماعة الحوثي ودولة الإمارات خطوة جديدة في ملف الإدانات اليمنية للدور الإماراتي في اليمن. ما طبيعة هذه التفاهمات غير المعلنة؟ وهل تتعلق بعدم تهديد العمق الإيراني الإماراتي مقابل الانسحاب الإماراتي من المحافظات المحررة وتسليم الشمال لميليشيا الحوثي مقابل تأمين مصالح أبو ظبي من قبل طهران؟ بالمقابل، هل حان وقت مراجعة الشرعية للدور الإماراتي المعطل والمفخخ لكل فرص استعادة الدولة؟ أم أنها ستتحرك بعد فوات الأوان؟ بعد 5 سنوات من حربها على الحوثيين، قررت تغيير إيقاع المعركة واستعداء حلفائها والتصالح مع خصومها. هذه هي الإمارات وهذه سياستها، أو هذا ما يقال عنها. مؤخراً كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود اتصالات سرية بين ميليشيات الحوثي والإمارات، مؤكداً لقناة الميادين عن لقاءات تحصل بين مسؤولين إماراتيين وآخرين من الحوثيين لتنظيم خطوات لاحقة للانسحاب من اليمن. من هنا بدأت الإمارات تنسحب تدريجياً، وهناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات ومسؤولين يمنيين لتنظيم خطوات لاحقة في هذا الأمر. مسؤولين يمنيين من أي جانب؟ من جانب أنصار الله. أنصار الله، لأنه أي عمل له علاقة بالانسحاب على الأرض لابد أن يكون مواكب بتواصل ولو سري ولو بالواسطة أحيانا، من أجل اتفاق على بعض الخطوات. ما حملته رياح المكاشفات الإيرانية كان سبق لميليشيات الحوثي أن سربته، مؤكدة وجود قنوات تواصل سرية مع الإمارات بشأن عملية الانسحاب. الحوثيون لم يفوتوا الفرصة، فقد أكد أحد قيادات الميليشيا أن هناك تغيرا واضحا في موقف الإمارات على المستوى السياسي والعسكري، خصوصا بعد انسحابها من بعض المناطق، غير أن ما هو مؤكد لمتابعي السياسة الإماراتية في اليمن عدم وجود تباين مع موقفها منذ الحرب، غير أن هذه المواقف باتت أكثر وضوحا الآن. الإمارات شكلت منذ الوهلة الأولى مصدر خذلان كبير ليس للشرعية فحسب، بل للتحالف وعلى رأسه السعودية التي باتت تدير سباقا إن لم يكن صراعا مزدوجا مع الإمارات في اليمن، غير أن التحولات في مسار الأزمة اليمنية حمل معه مواقف كما يبدو أنها لم تمضي في سياق المصالح الإماراتية، إذ سرعان ما تسارع إيقاع المعركة والذي بدا منسجما أو خاضعا لتهديدات اللاعب الإقليمي وأكثر تناغما مع حليفه المحلي في المعركة. تقول طهران إن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق مضيق هرمز وضرب ناقلة النفط الإماراتية، فتسارع أبو ظبي لتؤكد للحوثيين أنهم حلفاؤها الجدد، خصوصا أن لها باعها الطويل في التعامل مع الميليشيات. غير بعيدا عن ذلك، كان هناك مغردون دبلوماسيون وناشطون قد فتحوا باب الأسئلة على أبو ظبي لمطالبتها بالتوضيح حول موضوع التواصل السري مع الحوثيين وإيران، مؤكدين أن هذا الخبر بحاجة إلى نفي رسمي. إذن التوافق الإماراتي الإيراني يبدأ من صنعاء، أو هذا ما تنص عليه قواعد اللعبة؟ إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والباحث نبيل البوكيري هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. إذن بالتأكيد تابعت تصريح نائب الأمين العام اللبناني نعيم قاسم، وهو يكشف عن وجود محادثات بين الإمارات والحوثي. برأيك في أي سياق يمكن أن تقرأ هذه المحادثات؟ قطعا لم تكن تصريحات الأمين العام أو النائب الأمين العام لحزب الله هي الأولى في هذا السياق. أنا أعتقد كان هناك تصريح أهم وقبل هذا ممكن تقريبا بأسبوع من تصريح نعيم قاسم، وتصريح أمير موسوي الباحث الإيراني وكان مستشار وزير الدفاع سابق. نعم، تحدث عن هذا في الحرس الثوري الإيراني وفي الجيش الإيراني، تحدث عن
وجود وفود إيرانية إماراتية تزور باستمرار طهران، وخاصة عقب أحداث مضيق هرمز، وأن هناك هذه الوفود تتباحث حول كثير من القضايا، وفي أهم من هذه القضايا هو قضايا الحالة اليمنية. وبالتالي يعني تصريح أمين قاسم أو نعيم قاسم هو أتى تصريح تأكيدي لمثل هذا السياق أو لمثل هذه التواصلات التي تتم بين المسؤولين الإماراتيين والمسؤولين الإيرانيين. أنا باعتقادي هذا رأس جبل جديد فيما يتعلق بالعلاقة بين جماعة الحوثي أو بين الإمارات وإيران ومن ثم جماعة الحوثي. لكن هناك معلومات سربت قبل هذا بكثير، تقريبا في بداية العام الماضي أو العام الحالي، حينما صدر تقرير الخبراء الثالث تقريبا، تقرير الخبراء الثاني حول الأزمة في اليمن، وتحدث على أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة الحوثي تم شرائها من حساب بنكي موجود في دبي، وموجود وأجزاء من هذه الطائرة المسيرة تأتي عن طريق شرائها من حساب بنكي موجود في دبي وآخر في أبو ظبي، ويتم شراء مثل هذه الأسلحة ومن ثم تهريبها إلى اليمن إلى جماعة الحوثي تحديدا. هذه العلاقة كانت القديمة أو الغير مكشوفة، أتت التصريحات الأخيرة لتتحدث عن ذلك. أيضا موقف انسحاب الإمارات من اليمن، أيضا هو انسحاب لم يكن انسحاب من طرف واحد، هو كان انسحاب من طرفين أو بي 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 يعني بي بي بتفاهمات مشتركة من قبل جماعة الحوثي ومن قبل أيضا الإمارات. وحدث هذا بشكل كبير، وخاصة حينما توقفت معركة الحديدة. معركة الحديدة أيضا لم توقف بموجب الضغط الدولي ولا بموجب أيضا ذكاء جريفيث، وإنما كان هناك توافقات مشتركة. هذه التوافقات اقتضت بإيقاف هذه المعركة وأن تبقى جماعة الحوثي في هذا الميناء، وأن تظل الجماعات المؤيدة والموالية والمدعومة من الإمارات خارج المدينة. وبالتالي كل هذا السياق هو يقودنا إلى فعلا المهمة التي دخلت من أجلها الإمارات من لكن أول هل يوم. هل هذا أيضا يقودنا لسؤال، هل تخلت الإمارات عن السعودية قبل هذا؟ طبعا حتى يعني نحن اليمنيين دائما ذواكرنا سنغافورية، يعني ليس لنا ذاكرة الجمل الذي يظل يحقد ويتذكر كل تفاصيل المشهد. نحن كالسناجب اليمنيين، الذي يضربك بالأمس تنسى ماذا فعل بك اليوم. نحن نذكر جيدا موضوع خروج جماعة الحوثي من صعدة في 2014. في تلك الأثناء كانت هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن هذا الخروج لم يأتي بمحض الصدفة ولم يأتي بفعل يعني مجرد حدث عادي واعتيادي، إنما كان هناك تنسيق إماراتي واضح، ودعمت جماعة الحوثي بأكثر من مليار، يعني أكثر من 10 مليون دولار كان تم شراء بها سيارات رباعية الدفع لجماعة الحوثي، وتم استلامها من جماعة الحوثي، وبالتالي كانت غزواتهم التي خرجوا من بعد ذلك من دمّاق وانتشروا. أيضا ما قيل عن وزير الدفاع آنذاك أنه نعم، والعلاقة التي كان يربطها يعني أو التي جمعت بين محمد بن زايد ووزير الدفاع، وكيف الخطة التي يعني الإمارات لم يكن دخولها في اليمن هو دخول من باب السعادة الشرعية اليمنية. هذه الحقيقة الواضحة التي يجب أن والتي أكدناها منذ البداية. أنا أذكر أنني كتبت مقالا قبل سقوط صنعاء تقريبا، وتحدثت في هذا المقال الذي كان عنوانه الخليج ومأزق جماعة الحوثي أو الخليج ومأزق الحوثية، وتحدثت بالضبط على أن هناك غباء كبير في التعاطي مع جماعة الحوثي من قبل الأشقاء في الخليج. هذا التعاطي أنه يعتبر جماعة الحوثي ورقة ممكن استخدامها في تصفية حساباتهم السياسية مع الإصلاح أو تصفية حساباتهم مع ثورة 11 فبراير. وتحدثت في ذلك المقال حينها قبل سقوط صنعاء أنه سيكون لمثل هذه التصرفات ارتدادات مريرة، ليس فقط على المستوى الحالي اليمني إنما على مستوى المنطقة كلها. واليوم نرى المنطقة كيف انفجرت من مضيق هرمز إلى باب المندب، إلى هذا الاشتباك الذي عقد المشهد كله وحول المشهد إلى تدخل السعودية في اليمن وإلى الإمارات وإلى كل هذا المشهد اليوم، والاستنفار العالمي لمواجهة أمريكية إيرانية، كل هذا بفعل الاستهانة في التعاطي مع الملف اليمني والفهلوة السياسية التي يتعاطون بها مع اليمن، على أنه يمكن إدارة اليمن بقليل من التفاهة السياسية وتقريب بعض الجماعات وإزاحة الجماعات الأخرى. اليمن أعقد بكثير من هذه الأوهام التي
يفكر بها الإخوة في الخليج. نعم، إذن يعني برأيك ما الذي يمكن أن يشكل مساحة مشتركة بين الحوثي والإمارات؟ قطعا عوامل الاشتراك بين الطرفين أكثر بكثير من عوامل الاختلاف بينهم. لا ننسى أنه كان في اتفاق مبدئي ومبكر بين الطرفين ضد ثورة 11 فبراير وضد الربيع العربي، وأن الحوثيون استخدموا رداء الربيع العربي ورداء ثورة فبراير ليدخلوا إلى الساحات ومن ثم الانقلاب على تلك الثورة. وكان هذا كله أنا باعتقادي كان بتنسيق وتنسيق مسبق ومبكر أيضا. أنا كنت أتابع في تلك الفترة قبل أيام الثورة، كنت أتابع مجموعة من الكتاب الذين كانوا يكتبون في صحف سعودية وصحف خليجية، وكان على رأسهم عبد الله حميد الدين وهو أحد الإماميين الفارين والحاملين الجنسية السعودية، وهو يقيم الآن حاليا تقريبا في دبي أو في أبو ظبي تقريبا، وغيرهم من الكتاب الكتاب الطائفيين الذين يتسترون خلف الرداء الحداثة والتحديث والليبرالية في السعودية، كانوا يتحدثون بشكل كبير على أنه جماعة الحوثي هي الأقرب إلى مفهوم الأنظمة السياسية القائمة في الخليج، هي بالأخير أسرة ستكون مثلها مثل أسرة آل سعود أو أسرة آل نهيان في الإمارات أو غيرها من الأسر الحاكمة في الخليج، وأنها نظام أقرب إلى الأنظمة الملكية وأنها وبالتالي كانوا يصورون الأمر على أنه فقط تشابه في مزاج الحاكم السياسي، ولا يعتبرون أن هذه الجماعة عبارة عن قنبلة مؤقتة طائفية تحمل امتدادات وأجندات، ليس فقط على المستوى الأجندات المذهبية التي تحملها هذه الجماعة، إنما أجندات تصدير الثورة الإيرانية ومفهوم الثورة الإيرانية ومفهوم الاستكبار الذي تحمله وتحمل جذوره بفعل علاقتها وتورطها مع الجانب الإيراني. وبالتالي اليوم هذا التكرار نفس هذا الخطأ الاستراتيجي الكبير في التعاطي مع جماعة الحوثي من قبل الإمارات، أنا باعتقادي هذا كان طعم كبير وقعت فيه المملكة العربية السعودية بفعل استشارات الإمارات وبفعل التذليل الطريق لهذه العصابة من قبل الإمارات. اليوم أنا باعتقاد انسحاب الإمارات يأتي في هذا السياق، ولم يأتي بفعل أنهم اكتشفوا أنهم يعني صحوا الضمير فيما يتعلق بالحرب في اليمن، إنما هي خطة استراتيجية كانت مرسومة، دفعوا ورطوا المملكة العربية السعودية للدخول في حرب اليمن دون أفق، أدخلوها إلى حرب قصقصوا كل أجنحة القوى التي يمكن أن تنتصر في اليمن، مثلا بالإصلاح ومثلا أيضا بقوة الثورة قوة ثورة 11 فبراير، وتركوا السعودية بلا حلفاء حينما ضربوا حلفائها أو ما كان يفترض أن يكونوا حلفاء في هذه المعركة، اليوم تركوها عارية في اليمن. يعني نصل لنتيجة أن الإمارات فعلا تخلت عن السعودية في فعلا هذا الحاصل. اليوم هناك خيانة كبيرة. الغريب أيضا أنه الذين كانوا يدفعوا لشيطنة الإصلاح وشيطنة ثورة فبراير من الكتاب السعوديين وهم أيضا محسومين على جناح أبو ظبي، اليوم صمتوا صمت القبور، لا يتحدثون عن مصير هذه العلاقة الاستراتيجية التي كانوا يتحدثون عنها ويكتبون حولها الأشعار والمعلقات والشيلات في قنواتهم، اليوم لا يتحدثون عن هذه الخيانة التي حدثت، وصامتون صمتا كبير. حتى المملكة لم تقرر أو لم تعلق على كيفية طبيعة هذا الانسحاب، رغم أن الإمارات لم تأتي بإرادتها، إنما أتت أيضا تحت غطاء سعودي، وبالتالي تركت السعودية في المأزق اليمني. نعم، هل يعني تعترف السعودية بهذا الانسحاب؟ يعني ربما في كثير من الأحاديث أو المتابعات يرون أن هناك اتفاق وهناك رؤى وهناك خطط لهذا. قطعا ليس هناك اتفاق، طبعا كان هناك يعني مسؤولين سعوديين كبار زاروا أبو ظبي بطريقة ما ويحاولوا يقنعوا الإماراتيين بعدم الانسحاب، لكن الإماراتيين كان قرارهم واضح أنهم انسحبوا. طبعا بغض النظر عن صدقية الانسحاب من عدمه، لكن في الأخير هو عملية كشف وتعرية للسعودية أنها هي التي تدير الحرب في اليمن وأنها هي الوحيدة المتورطة بتداعيات الحرب، وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية. الإماراتيون في هذه النقطة كانوا إلى حد ما يعني تذاكوا كثيرا على الإخوة في السعودية، والسعوديين لحد الآن مش مستوعبين القصة ربما، ولم يستوعبوا المأزق الكبير الذي واقعين فيه. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الناشط السياسي الإماراتي جاسم الشامسي عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ جاسم. مساء النور، يا مرحبا أختي. أهلا بك. إذن قيادات من حزب الله وتقارير دولية أيضا تحدثت عن تقارب إماراتي حوثي، في أي سياق يمكن أن يفهم هذا التقارب أو هذه المباحثات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحبكم جميعا أختي الفاضلة.
عندما قامت الإمارات بدعم تحالف قيادة السعودية في اليمن، كان هدفين واضحات بالنسبة للقيادة الإماراتية، هو دعم الشرعية اليمنية وتحرير اليمن من الحوثيين. وبعد أكثر من 4 سنوات لم يتحقق هذين الهدفين لأسباب كثيرة. طبعا اللغط في هذا الموضوع كثير والحديث فيه معقد، لكن من خلال الأحداث التي مرت علينا رأينا أن هناك تقاربا خفيا بين نظام الإمارات والحوثيين من بداية احتلال صنعاء، ثم بعد ذلك التركيز حين تحالف الإمارات على مناطق الجنوبية التي هي بعيدة عن صنعاء وحواليها، ودعم الجنوبيين لمحاولة انفصال من اليمن، ولم يتم التطرق بطريقة مباشرة وغير مباشرة لاقتحام صنعاء وتحريرها من الحوثيين، وخاصة عندما جاء الحوثيون واحتلوا صنعاء كان هناك تنسيق خفي مع نظام الإمارات، وذلك بهدف التخلص من التيار الإسلامي بقيادة تجمع الإصلاح. لذلك يعني لا أستبعد هذا الحديث أن الإمارات في ظل في سياق الأحداث في المنطقة وخاصة الأزمة الأمريكية الغربية مع الإيرانيين، أصبح هناك وضع نظام الإمارات في قلق، لأن العلاقات مع إيران علاقات قوية اقتصادية وسياسية وغيرها، وبالتالي من المخيف بالنسبة لنظام الإمارات أن يكون هناك تعقيدا للأزمة في منطقة الخليج. نعم، يعني تعتقد أن هذه المباحثات هي جزء من استراتيجية إماراتية جديدة للتقارب مع طهران وترتيب ملفات رئيسية في المنطقة تعنيها هي بالذات؟ لا شك في ذلك. الإمارات، نظام الإمارات مهما بعد فيه مشروعاته عن مصالح الأمة، لكن في نهاية الأمر يخاف على مصالحه الخاصة، لأن المشروعات التي يقوم بها نظام الإمارات بقيادة محمد الزايد كلها المشروعات لا تخدم الأمن الوطني الإماراتي ولا الأمن القومي، ولكن تخدم مصالح خاصة. الهدف الرئيسي من الهدفين واضحين بالنسبة لنظام محمد الزايد هو أول التخلص من التيار الإسلامي، ثم بعد ذلك التخلص من الشعوب التي تسعى لتحرير نفسها من الاستبداد ومن الطغيان السياسي. وبالتالي عندما تصل المرحلة أن يكون نظام الإمارات مهدد من قبل الجارة إيران، لا شك أنه سيحاول التخلص من كل من هم كانوا أصدقاء في يومهم، وحتى السعودية، لأن الأزمة أصبحت أخطر، لأن خاصة الفترة الأخيرة عندما قام الحوثيين باقتحام مراكز المطارات، مطار أبو ظبي في قام بقصف مطار أبو ظبي، ثم بعد ذلك مطار السعودي، أدى ذلك إلى حتى نوع من الاحتقان الداخلي في الإمارات، وخاصة إمارة دبي التي هي تسعى إلى تكون هناك علاقات اقتصادية في المنطقة، وبالتالي أثر ذلك على الحجم الاقتصاد وحجم الاستثمار الموجود في الإمارات، وبالتالي كان هناك ضغط من بعض الإمارات ضد إمارة أبو ظبي بقيادة محمد بن زايد للسعي للتخلص من هذه الأزمة التي جرفها تيار محمد بن زايد الإمارات دون أن يكون طال هناك، لأن الإمارات خسرت الفترة الماضية في البشر والمال والميزانية والعلاقات الدولية والعلاقات مع بعض الدول الإسلامية دون أن يكون هناك يعني عائد مجزي لنظام الإمارات في الفترة الماضية أو حتى مستقبلا قريبا. نعم، يعني هناك أيضا قول الإمارات أنها انسحبت من اليمن. أولا، ما حقيقة هذا الكلام؟ خاصة هناك من ربما تحدث أنه انسحاب وهمي، وهناك من يقول لا، هي انسحبت فعلا نتيجة هذا التقارب. لا، الإمارات تسعى منذ فترة للتخلص من الأزمة اليمنية، وأول الرغبة بالتخلص عندما تم استشهاد ما يقل عن 200 جندي إماراتي في اليمن عبر القصف الحوثيين، وكان هناك أزمة أدت إلى نوع من الاحتقار الداخلي الإماراتي، وهنا بدأ نظام الإمارات يستدعيها المرتزقة على حساب أو بدل أن يصدر للجنود الإماراتيين. بعد ذلك حينما علم نظام الإمارات أن الأزمة اليمنية تطول وأن لن يستطيع أن يحقق الهدف الرئيسي هو التخلص من ما يريده من هذه الأزمة،
كان هناك رغبة بالانسحاب، الانسحاب موجود طبعا، لكن الانسحاب لم يكن هكذا، ولكن ما تم يعني توطين أو استدعاء بعض المرتزقة سواء من اليمنيين أو من خارج اليمن وعبر التحالف الحزام الأمني وغيرهم، وكان هناك مثل يعني أدوات الإمارات في اليمن هي التي تقود المشهد خلال بعد انسحاب الإمارات ويتم تحريكها عبر الريموت كنترول من أبوظبي. إذا الانسحاب لم يكن انسحابا خالصا نهائيا، ولكن انسحاب وعبر ترك بعض الميليشيات التي يمكن أن تستخدمها الإمارات في ضرب وزعزعة الأمن اليمني خاصة والتخلص من بعض الخصوم خاصة التيار الإسلامي. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ جاسم، سأعود إليك. إذا ما رأيك أستاذ نبيل خاصة فيما يتعلق بانسحاب الإمارات وترك أدواتها هناك، هل ستسمح الإمارات بأن يعني تترك فعلا المشهد اليمني وتلتفت لمصالحها في المنطقة وتتخلى عن دورها في هذه الحرب، أم أنه فقط انسحاب لتأمين اتفاقات معينة ولكنها ما زالت موجودة ولن تسمح مثلا بإقامة دولة حقيقية في المناطق المحررة؟ موضوع الانسحاب أنا باعتقادي هو أخذ حجما إعلاميا، تغطية إعلامية أكبر من حجمه بشكل كبير. موضوع الانسحاب هو موضوع إعلامي أكثر منه موضوع حقيقي على الواقع. الذي حصل بالضبط هو نوع من الهروب من الواجهة الإعلامية والمشهد السياسي الإقليمي والعالمي بأنها سحبت قواتها من اليمن وأنها تريد أن تتبرأ من تداعيات وجودها السياسية، وتحمل بالعبء كله وتحمل هذا العبء كله على المملكة العربية السعودية. هذا الهدف الأول من مسألة الانسحاب إعلاميا. الهدف الثاني هو أنه يعني تريد أن تصور الإمارات أنها أتت وبمحض إرادتها وانسحبت بمحض إرادتها، لكن أيضا هذا يؤشر على أن هناك تفاهمات، هذه التفاهمات كانت تقتضي إعلان هذا الانسحاب. هذه القراءة الواقعية لما جرى، وإلا أنا باعتقاد أنه على الأرض لا زال هناك، وكما صرح وتبجح كثير من المسؤولين على الحكومة الإماراتية أنهم دربوا أكثر من 90,000 مقاتل، 90,000 مقاتل هذولا خارج إطار مؤسسات الدولة اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، وهذولا أكثرهم وأيضا أتوا بمدربين لفرق الموت والاغتيالات، أتوا بهم كالذي نفذ العملية التي شهدتها عدن في 2015 ضد النائب الإصلاحي البرلماني نصاف مايو. كل هذه العمليات أنا باعتقادي أو موضوع الانسحاب هو يدخل في إطار الهروب المكشوف في على الواقع، أنه يعني تعلن أنها انسحبت لكن في حقيقة الأمر لازالت هي المتحكمة بالمشهد وهي التي تحرك هذه الخيول المجاميع المسلحة وهذه الخلايا الاغتياليات التي نشهدها ورأيناها في خلال الأسبوع الماضي في عدن، اغتيالات حدثت وفي الضالع واليوم في حضرموت، كل هذه سلسلة الاغتيالات التي تتم هي تتم وفقا لأجهزة مخابرات ممولة وفرق اغتيالات ممولة من الإمارات، وبالتالي موضوع الانسحاب أنا باعتقادي موضوع إعلامي غير واقعي وغير حقيقي. نعم، إذا لو أعطي لك أستاذ جاسم، ماذا عن علاقة الإمارات والسعودية؟ هل تخلت الإمارات عن السعودية بشكل واضح مقابل مصالحها مع إيران؟ طبعا الإمارات، علاقات الإمارات السعودية أصبحت علاقة معقدة، لأن شركوا في مشروعات في المنطقة سواء في مصر، سواء في ليبيا، سواء في دول في اليمن يعني، وبالتالي لا أستطيع أو لا يمكن أن يكون هناك فض الاشتباك بينهم أو العلاقة معهم بهذه السهولة، لأن يعني ذهاب الإمارات إلى الأمام وابتعادها عن السعودية في الفترة الحالية لا شك أنه سيحرج الإمارات ويحرج السعوديين. لو أيضا الإمارات لا تستطيع في الفترة الحالية لأنها خسرت كثيرا من الدول التي كانت يمكن تدعم توجهات الإمارات، وأصبحت في المنطقة معزولة إلى حد ما في الخليج أو في المنطقة العربية، أصبحت أغرب الشعوب العربية تواجه نظام الإمارات وتلعنه ليلا ونهارا، وبالتالي ليس من السهل أن تختلف مع السعودية في الفترة الحالية، ولكن أعتقد أن هناك تنسيق خفي بينهم.
بحيث أن الإمارات أصيبت بأزمة معينة داخلية خاصة في بين دول الإمارات، وأصبح هناك نوع من التسوية، وخاصة رأينا أن هناك انسحابات من القوات الإمارات، قوات المسلحة الإماراتية، وتغطيها السعودية بطبيعها يعني بعملية طبيعية جدا. لم يكن هناك تصريحات إعلامية أن هناك نوع من الارتباك أو العداء بين الخصوم بينهم، لكن الأزمة الإماراتية كانت كبيرة، وبالتالي كان هناك إلى حد ما تفهم السعودي. لكن في نفس الوقت أنا أتوقع في الفترة القادمة القليلة سيكون هناك نوع من الخصومة أكبر عما مضى، لأن العلاقات أصلا علاقات أبوظبي خاصة مع السعودية عبر التاريخ علاقات سيئة، لم تكن هناك ود بينهم، ولكنما هناك مصالح مشتركة إلى حد ما. تنتهي هذه المصلحة، تنتهي هذه العلاقة بانتهاء المصلحة المشتركة بينهم. ولذلك أرى أنها يعني طبعا الإمارات لما دخلت في اليمن دخلت بأهداف غير أهداف السعودية، كانت هناك أهم نقطة بالنسبة لنظام الإمارات التخلص من الأخوان المسلمين ومن تجمع الإصلاح، وعندما فشلت في هذا الموضوع ورأت أن الموضوع فيه عبء كبير تتحالف من الشيطان من أجل الخروج، ويمكن تحالفت حتى تحالف مع الحوثيين بالخروج وتتحالف مع إيران، لكنها في نهاية الفترة لا شك أن في الفترة القادمة سيكون هناك ستخرج لنا الأيام أن هناك في إشكاليات في العلاقة السعودية الإماراتية، لأن السعودية يعني تأذت كثيرا شعبيا على الأقل خلينا نتكلم من نظام محمد بن زايد، وبالتالي لا شك أن سيكون هناك ضغطا قد يكون شعبيا قد يكون حكوميا على النظام السعودي من أجل الفك الاشتباك مع نظام محمد زايد الذي تأذى منه السعودية أكثر يعني مما استفادت منه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك جاسم الشامسي الناشط السياسي الإماراتي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، برأيك يعني تحدث الأخ جاسم حول العلاقة بين الإمارات والسعودية وأنها ربما هي علاقة الآن أصبحت معقدة لتشاركهم بأكثر من مشروع في المنطقة، برأيك ما أثر هذه المباحثات أو التفاهمات التي تمت على التحالف العربي الموجود في اليمن والذي يضم الرياض وأبو ظبي بطبيعة الحال؟ بطبيعة الحال انتهاء إعلان الحوثي الإماراتيين انسحابهم من الحرب في اليمن هو إعلان تفكك التحالف العربي، انتهاء مسألة التحالف العربي. اليمن السعودية لحالها هي الموجودة في الصورة أمام العالم أنها هي التي تحارب في اليمن، بالإضافة إلى الحكومة الشرعية التي تستخدمها المملكة واستخدمتها إلى حد كبير كتابع لها ولم تكن شريكة حقيقية لها في التحالف، وبالتالي كانت هذه النتائج الكارثية التي رأيناها، والسعودية تحصد ثمار السياسات الخاطئة والغبية، ولكن أيضا ستحصد ثمار هذه الحرب. بالتأكيد اليوم أمام المجتمع الدولي أن السعودية هي التي وراء هذا الحرب، وهي كل هذه الكوارث هي من إنتاج المملكة العربية السعودية، وبالتالي هي ستتحملها بشكل هذا على المستوى الحقوقي والمستوى الإعلامي، لكن على المستوى الاستراتيجي اليوم يعني ماذا سيكون في العام القادم بعد العام القادم، إلين ستذهب المملكة، طبيعة الحكم نظام الحكم في المملكة، هذه كلها تهديدات في المدى البعيد، ستكون تهديدات وجودية لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وخاصة أنه هل يمكن أن تصل إلى مرحلة حينما تجد نفسها وحيدة في المنطقة أن تعلن إيقاف الحرب بأي شكل، خصوصا ونحن نقرأ يعني مثل هذه القراءات؟ أصلا الهدف من وصول اللعبة إلى هذا المستوى انسحاب الإمارات، التفاهمات الإماراتية الإيرانية الإماراتية مع جماعة الحوثي أيضا، كل هذه هي بهدف دفع المملكة العربية السعودية للاستسلام والذهاب صاغرة إلى طاولة مفاوضات مع جماعة الحوثي. ماذا سيعني هذا؟ سيعني هذا اعترافا بجماعة الحوثي كجماعة حاكمة اليمن التي تحت أيديهم طبعا حتى الآن، ويعني عدم رمي الحكومة المملكة العربية السعودية رميها للشرعية التي دخلت عن طريقها الحرب في اليمن أو أتت لنقدتها واستعادت الشرعية في اليمن، وبالتالي أنت ستكون تعمل ضد كل استراتيجياتك وضد كل خططك وضد كل قناعاتك التي حاربت من أجلها 4 سنوات، وبالتالي هذه تمثل قمة الغباء التاريخي في هذا السياق. يعني أنت حينما في لحظة معينة تجبر على أن تعترف وتوقع بكل أخطائك التي وقعت بها سابقا،
يعني أنت حكمت على نفسك بالإعدام، لأن السعودية في مأزق خطير. هذا المأزق أنا باعتقادي لا مخرج من السعودية من هذا المأزق اليمني إلا من خلال وجد حلف يعني استراتيجية حلف مشترك بينه وبين الحكومة الشرعية. اليمن لا ينقصها رجال ولا ينقصها سلاح ولا ينقصها، اليمن ينقصها وجود حليف استراتيجي يثق، هناك شراكة وهناك ثقة متبادلة بين الأطراف، وهناك رؤية واضحة لماذا يريدون. أما بالطريقة التي ديرت فيها الحرب طوال 4 سنوات، استخدموا الحكومة الشرعية كتوابع لهم وقولوهم ما لم يقولوا وتحدثوا باسمهم وأعادوا لملمة مشهد، يعني أزاحوا كل الشرفاء وكل الأبطال وكل الحقيقيون في هذه المعركة، وأتوا بممثلين ومهرجين وتافهين وعينوهم في مواقع ومناصب حكومية وأبقوهم في الرياض أو في القاهرة، وبالتالي هم يديرون المشهد كله. فكانت هذه النتيجة، هذه الفضيحة الكبيرة، أنه يعني على امتداد 4 سنوات لم يتحقق أي يعني منذ تعطير كل هذا المعركة في إطار مسمى التحالف العربي لم يتم تحقيق أي شيء. يعني كل الذي تحقق كان نتيجة للمقاومة الشعبية قبل تطيرها في إطار مسمى الجيش الوطني، ما تحقق في تعز، في مأرب، في الجنوب، في الشرق، كل هذا كان يتم تحت إطار وغطاء المقاومة الشعبية. حينما تدخل التحالف وأطر الجيش وأطر المؤسسات وأطر الأفراد وحاول أن يجعل الجميع تابعا لا، فشل التحالف العربي. اليوم أنا باعتقادي لم يعد أمام المملكة العربية السعودية، لأن التحالف العربي انتهى اليوم. هذه الحقيقة المرة التي يجب أن تقال. اليوم السعودية تقاتل بمعزل، حتى اليمنيين اليوم يعني الحكومة الشرعية ليس لها قرار، وهناك تناقضات عجيبة في أوساط هذه الشرعية، بالتالي السعودية وحيدة بدون اليمنيين اليوم. نستطيع أقول أنها بدون اليمنيين لأنها خذلتهم ولأنها سلمتهم بسهولة للإمارات، تعبت بهم في الجنوب وعملت على تفتيت النسيج الوطني والنسيج الاجتماعي، فلم تعمل على السعادة الشرعية. اليوم نحن أمام وقفة حقيقية، إما أن تدخل هذه المعركة بكل إمكانيات الشركة الاستراتيجية، أو أن تذهب السعودية إلى جحيم الاعتراف بجماعة الحوثي، وبالتالي انتظار يعني سكين هل يمكن يعني أن يصل الأمر إلى هذا الحد، خاصة إذا ما تساءلنا عن سقف التفاهمات الحوثية والإمارات، إلى أي مدى يمكن أن يصل؟ طبعا سقف التفاهمات، هو هناك تفاهمات تقتضي بأن الجنوب سيظل مساحة نفوذ للإمارات مع البريطانيين ومع الإماراتيين والبريطانيين تحديدا، والشمال ستعمل جماعة الحوثي على أن يبقى سقف أو مساحة للنفوذ الإيراني تحت مسمى جماعة الحوثي. هذه التفاهمات هو الظاهرة حتى الآن. سيبقى العقبة الكبيرة اليوم يعني مأرب وتعز وبقية المقاومة الموجودة في البيضاء وفي غيرها من الأماكن، هذه ستبقى تهدد مثل هذا الاتفاق، وهم سيعملون على خلق إشكاليات أمام في تعز ومأرب وبقية المناطق أيضا. حتى في الجنوب مثلا عملية الاغتيالات اليوم، هناك تيار كبير وعريض في الجنوب ضد هذه الترتيبات، وحتما هذه الاغتيالات التي نراها تطال الشرفاء وترى والأبطال في المحافظة الجنوبية هي استكمال لهذا المخطط، مخطط التفاهمات الإماراتية الإيرانية. لكن أنا باعتقادي أيضا أنه قدر التاريخ وقدر الأوطان لا يرتبط بمثل هذه الصفقات المشبوهة والمزيفة التي تتم في الغرفة المظلمة. أنا باعتقادي أن اليمنيون لا زالوا يمتلكون مساحة كبيرة لتحقيق أو لتقرير مصير بلادهم ووطنهم بالطريقة التي يرونها. نعم. إذن لو تحدثنا عن الحوثيين أستاذ نبيل، كيف يمكن أن يبرروا لأتباعهم أي اتفاق أو أي تفاهم هم طوال 5 سنوات يصفونهم بدول العدوان، ويعني عملوا على شيطنة الإمارات السعودية، خاصة إذا ما علمنا أن وسائل الإعلام بدأت يعني لا تذكر الإمارات بالشكل السابق؟ لا أحد يقبل بالأجنبي ويقبل أن يتحول إلى مطية للأجنبي مثل ما جماعة الحوثي. طبعا جماعة الحوثي جماعة قاعدية، شعارتها المرفوعة غير ممارساتها السياسية على الإطلاق. يعني نحن نذكر حادثة قبل في 2016 حينما أرسلوا بقايا اليهود الموجودين في صنعاء، أرسلوهم إلى إسرائيل بحماية أمريكية، تقايضت بهم جماعة الحوثي موقفا إسرائيليا داعما لهم. يعني تلك الحادثة لم تكن مجرد حادثة عابرة، هي كان في تفاهمات إسرائيلية حوثية أمريكية أيضا، دخل كان الوسط بينهم الأمريكان وذهبوا وسلموا لبقية اليهود الموجودين في اليمن بمخطوطاتهم الثمينة والكبيرة،
وكان هناك تفاهمات يعني أن تكون إسرائيل راضية عنهم كحكام في شمال اليمن في الفترة القادمة مقابل هؤلاء اليهود الذين تم التسليم. إذا كانوا قد وصلوا للتفاهم والاتفاق مع إسرائيل فهم أقرب لأن يتفقوا مع إيران أو مع أن يتفقوا مع الإمارات أو السعودية. نحن نذكر أيضا مباحثات ظهران الجنوب وهي مباحثات تمت بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية. وبموجب هذه الاتفاقية في 2017 ذهب الحوثيون لنزع الألغام من على الحدود السعودية وفي المناطق التي دخلتها الميليشيات نزعوا كل الألغام في هذه المناطق. وبالتالي أنا باعتقادي الحوثيون ليس عندهم مشكلة في أن يتفقوا حتى مع الشيطان، يعني جماعة دون ولاء وطني ولا عقيدة وطنية، هم مجموعة طائفية سلالية بسبيل أن تحكم هذه السلالة ممكن أن يقبلوا بإسرائيل ويقبلوا بالجن والإنس، يعني ما عندهم مشكلة في هذا. الجانب الإماراتي يعني ربما أنور قرقاش كان له تصريح مؤخر يصف فيه الحوثيين بأنهم جماعة أو حزب سياسي، النبرة خفت كثيرا على ميليشيا الحوثي، هل يمكن أن تصل أبو ظبي إلى تسليم ميليشيا الحوثي بعض المناطق التي تم تحريرها؟ ليس هناك مشكلة على الإطلاق بين جماعة الحوثي والإمارات. أنا تحدثت من بداية الحلقة عن وجود تفاهمات قديمة وليست حديثة. هذه التفاهمات تمثلت بأن يخرج الحوثيون من صعدة وأن يكتسحوا الشمال وأن يسقطوا العاصمة صنعاء وأن يقضوا على الإصلاح وأن يقضوا على كل ما له علاقة بثورة 11 فبراير. فتم هذا السياق، دخلت السعودية في الخط وذهبوا إلى الجنوب وخرجوا عن الاتفاق المسبق بينهم، فانفجرت الحرب اليمنية بهذا الشكل بتدخل المملكة العربية السعودية. اليوم الإماراتيين أيضا أنا باعتقادي التفاهمات التي كانت مسبقة أيضا حتى من ضمن الإشكاليات التناقضات التي نراها في هذا الملف، يعني كل جماعة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هؤلاء خريجي الضاحية الجنوبية تم إعدادهم وتأهيلهم إعلاميا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، جزء كبير جدا منهم في الضاحية الجنوبية في بيروت وجزء أيضا كانوا في معسكرات في صعدة تم تدريبهم من قبل مستشارين من واستشارين عسكريين من حزب الله ومن بقية الفصائل العراقية، وذهب الكثير منهم إلى طهران على رأسهم زبيدي. هؤلاء كلهم اليوم هم كانوا أدوات المشروع الإيراني في الجنوب، حينما دخلت الإمارات تسلمت الإمارات الملف وتحولوا جميعا من 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 من, من يعني عمال مع المشروع الإيراني إلى عمال مع المشروع الإماراتي. يعني ما الفارق البسيط بين يعني أن يكونوا يشتغلوا مع إيران أو يشتغلوا مع الإمارات؟ أنا باعتقادي هي نفس التوجهات نفس الأفكار، فقط المشكلة إنه فترة اقتضت أن يكونوا مع الإمارات والفترة اللي قبلها كانوا مع إيران، اليوم سيعودون مرة أخرى إلى الاشتغال مع المشروع الإيراني. يعني ليس هناك إشكالية فيما يتعلق بهذا الملف على الإطلاق، وبالتالي حتى أنت تشوفي الحساسية الكبيرة تجاه المجلس الانتقالي تجاه السعودية، لأنه السعودية عندها مشكلة مع الإيرانيين، مشكلة أعمق مما هي مع الإمارات. الإمارات ليس لديها مشكلة مع الإيران، السعودية من باب ديني سنة شيعة، من باب ديني ومن باب سياسي أيضا، لأنهم يعني بلادهم مشروعهم السياسي مهدد من قبل الإيرانيين. يعني أنتم هدف استراتيجي بالنسبة لإيران. اليوم إسقاط العراق، إسقاط سوريا، إسقاط اليمن، هو ليس الهدف فقط هذه الدول، بقدر ما هو نفط الخليج، نفط المملكة وأماكن مقدسة، كل هذه في الاستراتيجية الإيرانية تعتبر من أهم الركائز التي تسعى لتحقيقها من خلال ميليشيا الطائفة الموجودة في اليمن والعراق وسوريا وغيرها. نعم، برأيك هل المجتمع الدولي يمكن أن يبارك مثل هذا التقارب الإيراني الإماراتي؟ المجتمع الدولي مع الأقوياء أنت قوي على الأرض، المجتمع الدولي يأتي ويسلم عليك ويصافحك ويقول لك أهلا وسهلا بك عضوا جديدا في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية ولا جمعية أخلاق، هم مجموعة قوى ومصالح وخليط من كل هذا. وبالتالي نحن رأينا كيف تعاطوا مع إسقاط الطائرة الأمريكية في مضيق هرمز، وشفنا كيف تعاملوا مع إيقاف الباخرة البريطانية. يعني المجتمع الدولي بالأخير إيران فرضت وجودها في المنطقة، اليوم هم سلموا الإيرانيين أنهم أصبحوا رقم واحد في منطقة الخليج العربي، وبالتالي باعوا حلفائهم الذين يدفعون لهم مليارات الدولارات وهم في حالة ضعف وخور، وقبلوا بالإيراني الذي أراهم العين الحمراء من خلال قواته التي أسقطت الطائرة الأمريكية. إذن الغريب أستاذ نبيل، نحن منذ بداية الحلقة نتحدث عن دول هنا وهناك واتفاقات وخروج ودخول،
دون يعني أن يكون للشرعية ذكر حقيقي في كل ما يحدث، يعني دخول الإمارات والعبث باليمن بذلك الشكل لم تتحدث الشرعية، خرجت الإمارات لم تعلق الشرعية، تقارب حوثي إماراتي أيضا لم تتحدث الشرعية، وكأنها يعني ليست شرعية اليمن نهائيا وإنما شرعية بلاد أخرى، ما رأيك؟ شوف، هذه المصير الشرعية بهذا الشكل المصير الطبيعي لأربع سنوات من الصمت. معنا مجموعة من المسؤولين يتم يعني احتجازهم في المملكة العربية السعودية وصرف عليهم دولارات، والقاتل يصل يوميا، القاتل اليمني يصل إليهم يوميا في الرياض وفي عمان وفي القاهرة وفي كل مكان، وبالتالي أصبحوا رهن لمزاج وأوامر السعوديين، لا يستطيعون أن يتحركوا. بالتالي هذه النتيجة اليوم أنهم ليسوا لا بالعير ولا بالنفير، لا هم الذين مثلوا الشرعية وأثبتوا وجودهم، ولا هم الذين أصبحوا أدوات حقيقية للسعوديين في اليمن ولا أدوات لغيرها. يعني بالأخير أنتم آخر ورقة ممكن كان يستفاد منها، بدل أن تكونوا رقم واحد في المشهد اليمني وأنتم من يقرر مصير هذا المشهد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أنتم اليوم العالم كله معترف بكم وأنتم مش معترفين بأنفسكم أنكم شرعية، وبالتالي هذا النتيجة الطبيعية لوجود ناس ليس لديهم الخيال السياسي ولا حتى لا أستطيع. يعني أنا عندما أتحدث عن 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 الشرعية أصل لمرحلة أفقد حاسة التوازن في الكلام، يعني ناس بهذا الصمت، بهذا الفشل، بهذا يعني ماذا تصفهم، بماذا تصفهم؟ يعني فقدوا كل معنى المسؤولية، بلا مسؤولية، وأن تكون بلا مسؤولية أنت بلا كرامة، هذا باختصار. وبالتالي يعني اليوم أنا باعتقادي لا زال أمام اليمنيين الكثير ليعملوا، لكن لأن هم الشرعية التي يعترف بها العالم ويعترف بها اليمني في الداخل، ورغم هذا الفشل والإخفاق وكل الفساد والفوضى والعبث لا زالت هي تمثلنا وتمثل اليمنيين أمام كل الناس. اليوم بإمكان هذه الشرعية أن تخرج وتقول للناس وتعلق على هذا المشهد. اليوم الناس مش مطالبين من الشرعية أن تخرج لتقاتل، لأنهم هم الذين يقاتلون في الداخل. اليوم مطلوب من الشرعية أن تخرج وتقول للناس هناك خطأ، هناك مؤامرة عليكم، هنا فعل سيء وهنا فعل يعني حتى اليوم يريدونها أن تخرج توصف لهم المشهد، ما يريدش منها أنها تخرج تقاتل وتترك امتيازاتها من السعودية، لكن حتى الكلام عجزوا عن أن يقولوا شيئا. يعني أبسط ما يمكن. هذا أبسط ما يمكن أن تقوم به في موقع المسؤولية. أنا في موقع مسؤولية، علي كلمات وبلاغ للناس أن أقول أن هنا الصواب وهنا الخطأ، لكن أن أصل إلى مرحلة الخرس هذه أنا باعتقادي أعوذ بالله من حالة يصل إليها الإنسان في 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 وجوده ومصيره. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.